هذا وقد شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية القوية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقدير للجهود الكبيرة التي يقوم بها فخامة الرئيس دونالد ترامب وبمبادراته الرامية لاستتباب الأمن والسلم في الشرق الأوسط، وبحرصه على التشاور والتعاون مع دول المنطقة لأجل مواجهة فاعلة لمشكلاتها والتحديات التي تواجهها وتهدد مستقبلها، مؤكدا تقديره لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الواضحة في دعم أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع حلفائها. هذا وقد ناقش وزراء الخارجية التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وسبل مواجهتها وعددا من القضايا التي تتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.